السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعي قناة أفكار شيكو. النهاردة هنعمل 3 أفكار بعسل آيس كريم، تعالوا نتفرج عليهم. الفكرة الأولى هاخد مجموعة كده من العصيان وهحطهم بالشكل ده، هطلع واحدة بره وخلي وادخل واحدة جوه زي ما انتوا شايفين، واجمعهم كلهم مع بعض من ورا بالطريقة دي بحيث ان انا امسكهم كلهم مع بعض. طبعا عسل ايس كريم ممكن نشتريها من المكتبات الكبيرة او ممكن كمان هنلاقيها في الصيدليات لان ده اللي بيستخدم خافض للحرارة. بصوا انا متنتها اهي، وده شريط لازق بيتباع في المكتبات الكبيرة. انا الحاجات دي كلها الاكسسوارز دي كلها انا من اسكندرية بشتريها من مكتبة عندنا مشهورة جدا اسمها مكتبة سمير وعلي، موجودة في سموحة تقدروا تشتروا منها. شريط اللزق اللي بيلمع ده برضو جايباه من هناك، حلو جدا تحفة، وفي منه كل الألوان، والحاجات دي على فكرة رخيصة مش غالية. طبعا ال3 أفكار اللي أنا هعملهم بالنهاردة ينفعوا هدية لست الحبايب، طبعا بالنسبة للأطفال لأن ميزانيتهم بتكون قليلة والحاجات دي مش هتكون مكلفة جدا، وكمان يقدروا يعملوها بإيديهم هاند ميد. دي طبعا كوباية قهوة صغيرة كده من البلاستيك قطعتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها، وده فرع زينة كده كويس برضو حطيته واخترت اللون الأخضر عشان يكون مناسب. بصوا بقى ده ورق جليتر اللي هو الشيت الفوم، قطعته على شكل فراشات. قطعته ازاي في الفكرة التانية هتشوفوا ازاي قطعته، هوريكم القطاعة برضو جايبها من المكتبة وبرضو سعرها رخيص جدا. وفي منها غير الفراشات هنلاقي منها قلب وهنلاقي منها دبدوب مفتاح، يعني اللي احنا عايزينه هنلاقيه. حطيت طبعا ستراس فيها برضو بشتريه من المكتبة وبرضو سعره رخيص وما بيكونش غالي. ودي وردات بسيطة كده صغيرة عشان اكسر اللون الاخضر اللي انا استخدمته في التابلو بتاعي. بحاول اثبت الزينة بمسدس الشمع. وجبت شريط ستان من فوق عشان اعمل التعليقة بتاعتها، وده شكلها لما بيتعلق على الحيطة. انا حطها لكم مره على حيطه فاتحه ومره على حيطه غامقه عشان تتفرجوا شكلها، طبعا تحفه فنيه وحاجه جميله جدا، وكفايه ان هي من صنع ايدين. الفكره التانيه هستخدم فيها الورق الفوم، وهستخدم برضو عصاية الايس كريم، وهستخدم الشريط برضو ستان، وهوريكم بقى القطاعه بتاعتنا اللي بتعمل شكل الفرش. ده شريط الفوم، بصوا دي خرامه بمجرد بتك عليها كده بتعمل لي شكل الفراشة. زي ما قلت لكم في منها كذا شكل، وفي منها قلوب، في منها حاجات حلوة قوي. وعلى فكرة برضو دي جابها من المكتبة وبرضو سعرها رخيص مش غالي. عشان ما هقدرش ورق الفوم طبعا بقطعه بالطريقة دي وبكمل. انا هختار 3 ألوان هعمل بيهم الفراشات، الابيض اللي بيلمع والبينك وكمان اللون الفوشيا، يعني تدرج 3 ألوان. طبعا ورق الفوم علشان سميك بتعملي في المرة الواحدة 5 مرات وبعد كده بفضيها وبكمل. هستخدم هنا عصر ايس كريم بس الرفيعة، مش هستخدم العريضة. هعمل مربع زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هلزق جزء من الشريط الستان بنفس الطريقة، وهعمل مربع تاني هحطه فوق المربع الاولاني، يبقى شريط الستان هيكون في النص. الأفكار كلها سهلة وبسيطة وينفع الأطفال ينفذوها، ويارب يعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان لسه في فيديوهات حلوة كتير إن شاء الله هقدمها الفترة اللي جاية، وهنعمل سلسلة حلقات لرمضان، هنعمل فوانيس مع بعض وهنعمل زينة وهنعمل حاجات حلوة قوي. وأنا كنت بدأت فعلا حلقات رمضان وعملت عربية الفول وعملت أكتر من فيديو للزينة، ادخلوا اتفرجوا عليهم في القناة. بنفس الطريقة زي ما عملت المربع الأول عملت مربع تاني وعملت كمان مربع تالت، وحطيت طبعا شريط الستان.
خلاص كده خلصت الثلاث مربعات بتوعنا، هبدأ أثبت بقى الفراشات جوه شريط الستان. أحط فراشة من تحت وفراشة من فوق عشان لما أعلقها من أي اتجاه تبقى الفراشات باينة معانا وواضحة وجميلة. طبعا حطيت التدرج الأبيض والبينك والفوشيا، وهحط كمان نفس الطريقة في المربعين التانيين. لو عندكم اي اقتراحات للفيديوهات اللي جاية او عندكم اي طلبات لاي فكرة اكتبوها لي في التعليق وانا هعملها لكم على طول. بصوا الاستراس ده برضو بشتريه من المكتبة، وعشان التابلو بتاعنا او التعليقة اللي احنا بنعملها تبان وتظهر، ما تبقاش كده خشب وخلاص، خصوصا ان انا مش مستخدمة الايس كريم الملون. بحط الاستراس ده علشان تظهر وتكون شكلها جميل، وحطيت كمان لون تاني في الفراشات. ودي ممكن في الاخر تتعلق بطريقتين وهوريها لكم برضو بعد ما اخلص دلوقتي. حطيت برضو في شريط الستان اللي في النص عشان يبان ويظهر معي، وهعمل لها طبعا التعليقة بشريط الستان زي ما انتوا شايفين كده من ورا. بصوا بقى انا هنا لما حطيتها على حيطة غامقة شكلها كان عامل ازاي، حطيتها على هيئة مثلثين وهنا على الحيطة الفاتحة، وممكن كمان تتحط على هيئة مربعات، ممكن تتلزق من ورا بالشريط اللي هو اللزق اللي هو اسمه الدبل فيس. بصوا بقى الفكرة الثالثة سهلة جدا، جبت برجل ورسمت دايرة عشان عايزة اعمل شكل سداسي. بصوا عشان يطلع معايا مظبوط دي الطريقة الصحيحة لعمل الشكل السداسي. طبعا لو أطفال سهل جدا ينفذوا نفس الفكرة اللي أنا بعملها دي، هيطلع معاهم الشكل السداسي مظبوط 100%. بصوا هو مش واضح بالقلم الأزرق، بس أنا هحاول أعمله كده بالقلم الأسود عشان يبان معانا. ملقتش طبعا المسطرة فاتصرفت، ده الشكل السداسي اهو، وادي عصيان الايس كريم. هستخدم بقى المرة دي الكبيرة اللي هي عريضة، وهعمل الرسمة بتاعة الشكل السداسي واثبتها اول مرة، واتأكد ان انا عاملة الشكل مظبوط مش معوج. على فكرة لو عندنا لزق متين شوية ممكن نستخدمه بدل مسدس الشمع. كده انا ظبطت الشكل السداسي، هبدأ ارص عليه بقى اكتر من طبقة فوق. هي علبة الايس كريم بيبقى فيها حوالي 50، انا هستخدم تقريبا حوالي 40 واحدة. على فكرة الاسعار الحاجات دي في المكتبات ما بتكونش غالية خالص، بالعكس سعرها حلو ومناسب جدا. بصوا هنقعد نرص بقى الكمية كلها، انا مش محتاجة ان انا ازود كتير لان انا هحط شمعة في النص، فجربت واخدت المقاس لقيتها طلعت حلوة ومظبوطة، فهكتفي بالكمية دي. وهعمل لها تعليقة برضو من عصيان الايس كريم على شكل مثلث. طبعا كينج معانا في الثلاث افكار النهاردة هو الفراشات، هستخدم برضو الفراشات علشان ازين التابلو بتاعنا او الحامل بتاعنا اللي احنا هنحط عليه الشمعة. طبعا عملت لها قاعدة من تحت عشان تقف وتبقى ثابتة، ما تكونش ما تتحركش معانا، لان ممكن واحنا بنعمل الشكل السداسي ما يطلعش مظبوط 100%. حطيت برضو ستراس بسيط كده، وحطيت الشمع من تحت، طبعا شكله تحفة جدا. انا بشكركم جدا، سعيد اني كنت معاكم، واتمنى انكم تشتركوا في القناة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.